بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، أسأل الله لنا جميعا العلمنا وعلم الصالح وصلاة وسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قلتم حفظكم الله، قوله ودخل المدينة، قيل هي مصر وقيل مدينة حولها، على حين غفلة من أهلها، أي في وقت يغفل الناس عن الانتشار والخروج فيه، قيل وقت القائلة وقيل بين العشاءين، وهذا يختلف باختلاف وقت قيل. أحسن عليكم. قيل وقت القائلة وقيل بين العشاءين. أحسن الله عليكم. وهذا يختلف باختلاف عرف الناس وعاداتهم، والمراد بهذا الإشارة إلى أن قتله للقبطي كان قد خفي على الناس كما سيأتي. فوجد فيها رجلين يقتتلان، أي يختصمان ويتنازعان ويتضاربان، هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه أي من القبط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، أي فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه وينصره على القبطي. أي فطلب، صلى الله عليكم، فطلب الإسرائيلي من موسى أن يغيثه وينصره على القبطي. وذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطي كان ظالما له، وهذه الاستغاثة جائزة لأنها استغاثة بحي حاضر قادر، بخلاف الاستغاثة بميت أو بغائب فهي من الشرك. فوكزه موسى، خلافي أحسن عليكم، بخلاف الاستغاثة بميت أو بغائب فهي من الشرك. أحسن الله عليكم. فوكزه موسى أي ضربه. غائب يعني لا يمكن، لكن أنا في وقت الحاضر وجد الوسائل الحديثة، إذا استغاث بغائب وهو يبلغه الخبر فهو في حكم الحاضر، يستغيث به ولو كان غائبا ويبلغه ذلك، نعم، ويستطيع، نعم. أحسن الله عليكم. فوكزه موسى أي ضربه بجمع كفه، فقضى عليه أي قتله من تلك الوكزة، من تلك الوكزة لشدتها ولقوة موسى عليه السلام، وهو لم يرد قتله، ولكن وافقت وكزته أجل القبطي فكان فيها حتفه، فندم موسى عليه السلام على ما جرى منه، ولهذا قال: هذا من عمل الشيطان، أي ما حدث كان من تزيين الشيطان ووسوسته، إنه عدو أي لابن آدم، مضل أي عن طريق الهدى والخير، مبين أي بين العداوة والإضلال. ثم تاب موسى واستغفر ربه، قال: رب إني ظلمت نفسي أي بقتل القبطي، فاغفر لي أي ما وقع مني. وقد استغفر موسى عليه السلام من ذلك مع أن المقتول كان كافرا، لأنه لم يؤذن له في قتله. أحسن عليكم. وقد استغفر موسى من ذلك مع أن المقتول كان كافرا، لأنه لم يؤذن له في قتله، ولذلك يقول يوم القيامة: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، أي الغفور لذنوب عباده التائبين منها، الرحيم بهم، حيث غفر لهم وقبل منهم توبتهم، خصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام. خصوصا، أحسن الله عليكم، خصوصا للمخبتين المبادرين للإنابة والتوبة كما جرى من موسى عليه السلام،
ثم قال موسى: ربي بما أنعمت علي، أي بسبب إنعامك علي بالنعم الكثيرة والتي منها القوة والمنعة والمغفرة وقبول التوبة حيث لم يعاقبه، فلن أكون أي في المستقبل، فهي معاهلة. إيش حيث لم يعاقبه؟ أحسن عليكم. حيث لم يعاقبه فلن أكون أي في المستقبل، فهي معاهلة عاهد موسى عليها ربه، ظهيرا للمجرمين أي معينا ومساعدا لهم، لأن ظهيرهم ومعينهم شريكهم فيما هم بصدده، وهذه من شكر نعمة الله عليه. وهذا أحسن عليكم. وهذا من شكر نعمة الله عليه، وهو يفيد بأن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. وهذا من شكر نعمة الله عليه، وهو يفيد بأن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. السلام عليكم. في كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه الآية، قال: الفائدة السادسة جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي، ويأخذ من قوله تعالى: ربي إني ظلمت نفسي، فالظالم لنفسه محتاج إلى من ينصحه، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي، فهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بحال الداعي. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يكون بحال الداعي، ويكون بالثناء على الله بأسمائه وصفاته، وكذلك بأفعاله التي ينعم بها. وقد اجتمع الجميع في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عندما قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. التوسل يكون توسل بالتوحيد، توسل بأسماء الله وصفاته، وأيضا توسل بالعمل الصالح، في قصة الثلاثة بني إسرائيل الذين انطبق عليهم الغار، أحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته الفاحشة، وتوسل بأمانته، وكذلك توسل بدعاء الحي الحاضر. أما التوسل بالميت أو بالغائب الذي لا يقدر، فهذا لا يجوز، هذا من الشرك. نعم. التوسل بالحي الحاضر يكون بدعائه، يعني دعائه. نعم. ويدعوه منا. أحسن عليكم. في كلام كالأعمى الذي توصل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم. شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاستغاثة على قوله: فوكزه موسى فقضى عليه، قال رحمه الله: فإن قوله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لا يقتضي أنه شرع لنا وجوبا ولا استحبابا مثل هذه الاستغاثة، بل ولا يقتضي الإباحة، فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله، بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى. إيش؟ فإن هذا الإسرائيلي. أحسن عليكم. فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله، بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلوما، بل لعله كان ظالما. وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك وقال: هذا من عمل الشيطان. ثم قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ثم قال: فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين، فشهد فيه موسى بأنه غوي. انتهى. شهد فيه موسى بأنه غوي. انتهى. يعني كان يجوز الأمرين بأنه ظالم أو مظلوم. يقول ما يلزم أن يكون مظلوم، يقول بل يكون ظالما. نعم. إيش يعد كلام شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاستغاثة: فإن قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لا يقتضي أنه شرع لنا وجوبا ولا استحبابا مثل هذه الاستغاثة، بل ولا يقتضي الإباحة، فإن هذا الإسرائيلي ليس ممن يحتج بأفعاله، بل ولا في الآية ما يقتضي أن هذا المستغيث بموسى كان مظلوما، بل لعله كان ظالما.
وموسى لما أغاثه فقتل عدوه ندم على ذلك وقال هذا من عمل الشيطان، ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، ثم قال فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، فشهد فيه موسى بأنه غوي. لكنه لم أمر بقتله، ولهذا إني قتل نفسه لم أمر بقتلها، ما أمر بقتله. وكفار فرعون وقومهم مسلمون، هم قبط مسلمون، ومن مسلمون يسمى موسى، لكن ليس هذا منهم، ما في أنه منهم. نعم. يعني الله سيريك قولكم وذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطية كان ظالما له. مغلوبا، مغلوب أي ما في أنه مغلوب، مغلوب غير مغلوب، أي مغلوبا وأن أي. القبطية كان ظالما له. إيش وذكر إيش؟ قلتم أحسن عليكم وذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطية كان ظالما له. نص على كفر البغوي. القبط كفر. وذكر هذه العبارة. أحسن عليكم. قلتم وذكر الاستغاثة يؤذن بأن الإسرائيلي كان مغلوبا وأن القبطية كان ظالما له. هو الظاهر، هو الظاهر. سيقتله الآن. مش موجب القتل الآن. ما الذي يعني هل هو يأخذ بثعله؟ هل موسى يعني ها؟ النصرة. نعم. النصرة لمن هو من شيعته ظاهرها، ظاهر القتل فاستغاث. نعم. لا استغاث موسى، لكن القبطي الآن، القبطي الآن كيف يكون مظلوم؟ هل هو يعني نعم فالغالب انه يكون من الظالمين، ثم استغاث. لو كان قويا قادر على نصرته ما استغاث بموسى. اما كونه مغلوب يعني الاسرائيلي فهذا كانه ظاهر السياق. اما كونه مغلوب هو مغلوب، ولكن لو لم يكن مغلوب ما في حاجه للاستغاثه، مغلوب. لكن كونه ظالم كيف يكون ظالم؟ يعني هل إسرائيل قتل قتيل له؟ تكلم شيخ الإسلام في إشكال. يعني هو البغوي أحسن لك يقول وقيل هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي هذا مؤمن وهذا كافر. وكان القبطي يسخر الإسرائيلية ليحمل الحطب إلى المطبخ. إيش؟ وكان القبطي لبس اللي قبل العبارة قبله في أول الآية صلى الله عليكم. هذا من شيعته أي من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من القبط. قيل الذي كان من شيعته من شيعته السامري، والذي من عدوه من القبط قيل طباخ فرعون اسمه قيل إيش طباخ فرعون اسمه فلتثون. وقيل هذا من شيعته وهذا من عدوه، أي هذا مؤمن وهذا كافر. وكان القبطي يسخر الإسرائيلية ليحمل الحطب إلى المطبخ. وش الدليل في كل هذا؟ محبوب الإسرائيل قال سعيد بن جبير عن ابن عباس لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع، وكان بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم. فوجد موسى رجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون. فاستغاثه ثم قال فاستغاث الإسرائيلي وعن الفرعونين، والاستغاثة طلب الغوث. فغضب موسى واشتد غضبه.
ولا شك أنه مغلوب، لكن قول الشيخ الإسلام لعله كان ظالما هذه في إشكال كيف يكون. ها؟ إيه قوي، لأنه يعني طلب منه أن يقتل الرجل الآخر. بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. حسن الله إليكم. قال البغوي فلن أكون ظهيرا عونا للمجرمين، قال ابن عباس للكافرين، وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى كان كافرا، وهو قول مقاتل. قال قتادة لن أعين بعدها على خطيئة. قال ابن عباس لم يستثني فابتلي به في اليوم الثاني. انتهى. والأقباط نعم على دليل في العلماء الأقباط، ولا جاءهم نبي بعد ذلك بعث عليهم، بعث الله موسى وأرسله إليهم، هذا قبل النبوة، قبل نبوة عيسى موسى. قال الله تعالى، قال الله فغفر له، هذا ما أخبره الله بعد النبوة، أن الله غفر له هذا بعد النبوة. وهذه القصة يحتمل أنها قبل بلوغ الأشد، ولما بلغ شده، مرة أمس قلنا فلما بلغ شده واستوى أثناه حكمه وعلما. الواو لا تخطر الترتيب ودخل المدينة، قال حين، فيحتمل أن هذه القصة قبل قوله لما بلغ شده واستوى، ثم بعد ذلك بعد هذه القصة بلغ شده واستوى وآتى الله حكمه علما، فيدخل في العلم النبوة. يبقى إشكال في قوله وكذلك نجزي المحسنين، كيف أن النبوة اصطفاء وليست مجازاة على الإحسان، مرنا بالأمس الإجابة عليها، الإجابة عليها. فإذا يعني قوله لما بلغ شدة فيه قوله واستوى ثنا وحكم وعلم، قيل الحكم والعلم دون النبوة، وقيل هو النبوة. فإذا قلنا إن هذه القصة وقعت قبل إيتاء الحكم على النبوة، تكون تدخل النبوة في العلم. ويكون إيش في الجواب على قوله وكذلك نجزي المحسنين، أمس مرة من اللي تكلم عليها. ها الروسي يكون الجواب هذا يكون في قوله نجزي المحسنين، قيل أن الحكم العموم، قيل أن الحكم العموم دون النبوة، وقيل معها النبوة. ذكرتم في التفسير كلام في هذا. نعم هي هذا القول ذكرناها بأس، وحدثنا القول الثالث. نعم لكن الجواب إذا قلنا أن يدخل فيها النبوة، فكيف الجواب عن قول فكذلك نجزي المحسنين؟ فالنبوة ليست جزاء على الإحسان، وإنما هي اصطفاء، ليست على جزاء على إحسان سابق. اللي ذكر العلوسي رحصي إليك أن إشكال. أنا مراتب النبوة إشكال. طيب صوريك. قال العلوسي رحمه الله في قوله وكذلك نجزي المحسنين، نعم قال ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم، لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي وقيل إيش؟ قال العلوسي صوريك. ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم. مش ما قيل شري قبل. نعم صوريك. قوله آتيناه حكما أي نبوة على ما روي عن السدي، أو علما هو من خواص النبوة على ما تأول به بعضهم كلامه. وعلما بالدين والشريعة. وفي الكشاف العلم التوراة والحكم السنة وحكمة الأنبياء عليهم السلام سنتهم. قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
وقيل آتيناه سيرة الحكماء العلماء وسمتهم قبل البعث، فكان عليه السلام لا يفعل فعلا يستجهل فيه، انتهى. ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم، لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي، والهجرة إلى مدين ورجوعه منها وإيتاؤه التوراة كان بعد إغراق فرعون، فهو بعد الوكز بكثير. وبأن قوله تعالى وكذلك أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسى وأمه عليهما السلام نجزي المحسنين على إحسانهم، يأبى حمل ما تقدم على النبوة، يأبى حمل ما تقدم على النبوة لأنها لا تكون جزاء على العمل. ومن ذهب إلى الأول جعل هذا بيانا إجماليا لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لأمه. إيه ومن إيش؟ قال ومن ذهب إلى الأول، يعني إلى النبوة، نعم حسنا عليكم، جعل هذا بيانا إجماليا لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لأمه. وما بعد تفصيل له، والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب. بس انت وما ايش يقول؟ جعل هذا بيانا إجماليا لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لأمه. طيب في قصة موسى، في قصة يوسف، ولما بلغ شده وآتيناه حكما وعلما وكذلك يجزي المحسنين. شوف ارجع لقصة يوسف، ما هو الإحسان الذي سبق ليوسف؟ في قصة يوسف ما في واستوى، هنا في قصة موسى واستوى، كل منهما فيه ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك يجزي المحسنين. في كذلك الله يحسنك هنا في هذا الموضع زيادة توجيه، قال وقد يقال إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبها وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه، ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء، وتفاوت الأنبياء عليهم السلام في القرب منه تعالى مما لا ينبغي أن يشك فيه. لا أعد فيه. قال وقد يقال إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبها وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه. إلا أن بعض مراتبها إيش؟ وهو ما فيه مزيد قرب من الله يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه. يعني لعله هذا كلام الألوسي. نعم، قال الألوسي وقد يقال إن أصل النبوة وإن لم تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبها وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه، ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء. والله فيها في القصة، في قصة يوسف قال وكذلك نجزي المحسنين، وقد قال من الإحسان الذي جزاه الله عليه أنه عفته عن الفاحشة، هذا من الإحسان، وتعليمه ودعوته إلى الله ودعوته للسجينين الذي دخل معه السجن، هذا إحسان سابق قبل النبوة. وموسى أيضا سبق له إحسان، وهو الإحسان إلى المرأتين حينما سقى لهما. لا يكون من إحسان خاص؟ أنه إحسان خاص؟ هو إحسان خاص، هذا إحسان بعض المراتب اللي ذكر، مثل بعض المراتب اللي ذكر الألوسي. فليظهر والله أن النبوة داخلة في قوله آتينا حكما وعلما، هذا هو الأقرب. يعني ذكرها قوي أولا، ذكرها أولا ثم ذكر الإحسان. السلام عليكم. قال الألوسي في قصة يوسف عليه السلام قوله آتيناه حكما أي حكمة، وهي في لسان الشرع العلم النافع المؤيد بالعمل، لأنه بدونه لا يعتد به. وهي إيش؟ أحسن عليكم. وهي في لسان الشرع العلم النافع المؤيد بالعمل، لأنه بدونه لا يعتد به، والعمل بخلاف العلم سفه أو
حكما بين الناس، وهي العلم المؤيد بالعمل، لأنه بدونه لا يعتد به. وهي نعم، والعمل بخلاف العلم سفه، أو حكما بين الناس. وعلما يعني علم تأويل الرؤيا، وخص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله، أو أفرد بالذكر لأنه مما له شأن، وليوسف عليه السلام به اختصاص تام كذا قيل. وفسر بعضهم الحكمة بالنبوة والعلم بالتفقه في الدين، وقيل الحكمة حبس النفس عن هواها وصونها عما لا ينبغي، والعلم هو العلم النظري. وقيل أراد بالحكمة الحكم بين الناس، وبالعلم العلم بوجوه المصالح، فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز أمره أن يحكم بينهم لما رأى من عقله وإصابته في الرأي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحكم النبوة والعلم الشريعة، وتنكيرهما للتفخيم، أي حكما وعلما لا يكتنه كنههما ولا يقادر على لا يكتنه كنههما، يعني لا يلاحظ كنههما وحقيقتهما. نعم أحسن الله عليكم. ولا يقادر قدرهما، وتعقب كون المراد بالعلم العلم بتأويل الأحاديث، بأن قوله سبحانه وكذلك، أي مثل ذلك الجزاء العجيب نجزي المحسنين، أي كل من يحسن في علمه، أي كل من يحسن في علمه يأباه، لأن ذلك لا يصلح أن يكون جزاء لأعماله الحسنة التي من جملتها معاناة الأحزان والشدائد، إلا أن يخص بعلم تأويل رؤيا الملك، فإن ذلك حيث كان عند تناهي أيام البلاء صح أن يعد إيتاؤه من جملة الجزاء. وأما رؤيا صاحبي السجن فقد لبث عليه السلام بعد تعبيرها في السجن بضع سنين، وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعار بعلية الإحسان له، وتنبيه على أنه تعالى إحسان بعلية، إحسان بعلية كذا أو بعلية عليكم. إشعار بعلية الإحسان له، وتنبيه على أنه تعالى إنما آتاه ما آتاه لكونه محسنا في أعماله، متقنا في عنفوان أمره. ومن هنا قال الحسن: من أحسن عبادة الله سبحانه في شبيبته آتاه الله تعالى الحكمة في اجتهاله. إيه، وهذا يصدق على يوسف وعلى موسى، كل منهم لا سبق له إحسان قبل النبوة. نعم لا لا، قال يستجيك ربك وعلى المتوى الحديث ويتم العمة عليك ولا ليقوم ما فيه يعني فكرة، وهذا قال له وهو صغير. نعم، وقال أيضا نحسن إليك، وقال بعض المحققين: الظاهر تغاير العلمين، كما في الأثر: من عمل بما علم يسر الله تعالى له علم ما لم يعلم. شنقيطي كلام فيها في هذا الموضع ليس له كلام. ويظهر والله أعلم أن كل من يوسف وموسى أنه لما بلغ شده أتاه النبوة، كله أتاه النبوة، فالنبوه الأخير. يبقى الإشكال في قوله وكذلك نجزي المحسنين، والنبوه ليست جزاء، لكن ذكر الروسي من بعض مراتبها. الشيخ محمد الثمين تتكلم عليه؟ ما تتكلم عليه؟ تفصيل هذا ذكر فقط معنى حكم النبوة. نعم، لكن الرازي أحسن الله إليكم قال في هذا نفس الذي نقلتم، قال: وكذلك نجزي المحسنين، لأن قوله وكذا وثالثه أن المراد بالحكم والعلم لو كان هو النبوة لوجب حصول النبوة لكل من كان من المحسنين، لقوله وكذلك نجزي المحسنين، لأن قوله وكذلك إشارة إلى ما تقدم ذكره من الحكم والعلم،
ثم بين إنعامه عليه قبل قتل القبطي. نعم. أي قال أحسن الله إليكم: وكذلك نجزي المحسنين يدل على أنه إنما أعطاه الحكم والعلم مجازاة على إحسانه، والنبوة لا تكون جزاء على العمل. على هذا اللي ينقل أحسن الله إليكم التفسير. أحمد أمين الشريط بأتكلم عليها. شيخ طرف السعدي أمس وقرأ شكرا. السعدي الله يسعدك رحمه الله في آية يوسف قال: آتيناه حكما وعلما، أي جعلناه نبيا رسولا وعالما ربانيا، وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. يعني صحيح صار داخل النبوة فيه أعد فيه. قال الله سيريك: وكذلك نجزي المحسنين في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيها، وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علما نافعا. ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الإحسان، فأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. قوله النبوة مشكلة. قوله النبوة مشكل. لا هو الظاهر ما في العلم على العلم النبوة. أيوة، لكنه جعله جزاء. النبوة هنا كأنه جعلها من الجزاء. إيه، الجزاء على إحسان، يقول على بذل جهده في إحسان عبادة ربي والإحسان إلى الناس. وكذلك موسى في علم بدون نبوة، علم ما في علم العلم من طريق النبوة. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة الحجر لما أشار إليهم بأخذ الحجر من كل هم يرفعون الحجر صلى الله عليكم القبائل يتشاركوا في رفعه، يعني هذا من الفهم والحكم قبل النبوة. أي الحجر؟ الحجر الأسود. هذا يعني كأنه قبل إيتاء النبوة يؤتى فهما وحكما. يعني هم الآن اختلفوا، نعم اختلفوا في من يضع الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعه في يعني في رداء أو في إزار واحملوه جميعا، قطع النزاع لهم، فحملوه فكأنهم هم أخذها على بيده ووضعه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا قبل النبوة. إيه قبل النبوة. وهذا يعني ما يعني نعم هذا حصل يوسف، الذي حصل يوسف حصل له أنه جاهد نفسه وامتنع عن فعل الفاحشة، وكذلك جهد في الإحسان، يعني الأمر الأول منع نفسه عن المحرمات، وهذا بذل جهد شديد، ثم بذل نصحه في إحسانه إلى الناس ودعوته إلى الله لما دعا: يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله، خير من الله الواحد القهار. ثم عبر لهما الرؤيا، وموسى كان أحسن المرأتين وفر بدينها من الملك الظالم. نعم. نعم. بيسر.
إيه هذا أقول إجمال، هذا مجمل وهو صغير. نعم. نعم. المرجحات، هذا له مرجح، هذا له مرجح، له مقولا مشهورا. نعم. يقول قولا الآن هذا كذلك مرجحات لمن قال إيش؟ أن النبوة ليست داخلة، والمرجح للنبوة ما ذكرنا الآن. نعم. كل محسن. نعم. صلى الله عليكم. قال وهو قلتم وهو يفيد بأن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. وهو إيش؟ قبله. قوله ظهيرا للمجرمين أي معينا ومساعدا لهم، لأن ظهيرهم ومعينهم شريكهم فيما هم بصدده، وهذه من شكر نعمة الله عليه. وهو يفيد بأن النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. ثم قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قلتم حفظكم الله، يقول تعالى مبينا حال موسى عليه السلام بعد أن قتل ذلك القبطي فأصبح في المدينة خائفا، أي على نفسه من معرة ما فعل، يترقب أي يتحسس وينتظر ما يكون من هذه الفعلة، هل يطلبه أحد وهل شعر به آل فرعون أم لا؟ إيش تحسس؟ أحسن عليكم، أي يتحسس وينتظر ما يكون من هذه الفعلة، هل يطلبه أحد وهل شعر به آل فرعون أم لا؟ وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون. يعني لأنه وقع في غفلة ولا عندهم أحد، لكن لما جاء الثاني شاع الخبر. نعم. أحسن عليكم. وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا خوف طبيعي لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. فإذا الذي استنصره بالأمس أي فإذا الإسرائيلي الذي هذا قبل النبوة وهذا قبل النبوة، هذا الخوف قبل النبوة، يدل على الأنبياء هذا قبل أن ينبأ، وفي هذا الدليل إيش؟ قلتم أحسن عليكم وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، نضيف قبل النبوة. من الخوف يشمل. نعم. العبارة تشمل أن حتى بعد النبوة. نعم. العبارة تشمل الأمرين. أي بعد البعث حتى. هذا في استدلال، لو كان نبيا ما كان نبي موسى في ذلك الوقت. ها؟ وهذا من الخوف الطبيعي إيش هذه العبارة؟ قلتم أحسن الله إليكم وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا خوف طبيعي لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. هذا في إشكال، لأن هذا إنما يكون بعد النبوة، ما كان نبيا حتى يستدل به هذا.
خوف هذا قبل النبوة، أليس كذلك؟ نعم. لما وعده الله عز وجل قال له يا موسى أقبل ولا تخف، هذا يعني أيضا قبل النبوة؟ لا، هذا يكون قبل النبوة أيضا، هذا بعد مناداة الله له. هذا نعم نعم، هذا صحيح. شو العبارة؟ وهذا الخوف صلى الله عليكم. وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا خوف طبيعي لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. لا بس هذا الخوف طبيعي، وفي هذا الأنبياء وهذا الخوف، وهذا الخوف، وهذا الخوف طبيعي. نعم، يعني وفي هذا دليل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا الخوف الطبيعي. نقول هذا الخوف الذي صدر قبل النبوة، وهذا الخوف الذي وقع من موسى قبل النبوة، وهو خوف طبيعي. ها؟ الظالم وغيره، حتى غير الظالم، حتى المظلوم يخاف، لكن طبيعي ذا خوف المحرم، خوف السر، هو أن يخاف بسره ما دون أسباب. ما الذي يخاف من العدو معه أسباب؟ هذا هو طبيعي، يخاف من السباع، يخاف يأخذ حذرة، يخاف من العدو حذرة. لكن الخوف السر يخاف من مشلول ما يقدر يتحرك، هذا إيش؟ خاف، ما خاف منه لأنه يعتقد أنه له، أنه بسره يستطيع أن يضره. بلى، من الأنبياء ومن غيرهم. طيب، وهذا خوف طبيعي يكون من الأنبياء ومن غيرهم. نعم، أحسن عليكم. قلتم حفظكم الله، وفي هذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون، وهذا الخوف الذي وقع من موسى عليه السلام قبل النبوة، وهو خوف طبيعي لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه ولا تحذف. قولوا في هذا على الأنبياء يخافون في إشكال، لأنه ما صار نبيا حتى يستدل بهذا. الحادثة فقط قبل النبوة. طيب، هذا دليل على أن الخوف لا ينافي، الخوف الطبيعي لا ينافي المعرفة بالله. نعم، يعني تكون نعم. عبارة لحسي ليك، وهذا الخوف، وكان قتل القبطي قد خفي عن الناس واكتتم، وهذا الخوف الذي وقع من موسى قبل النبوة وهو خوف طبيعي. نعم، لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه. ايه، ما يخلى. طيب، أحسن عليك. أحسن عليك. فإذا الذي استنصره بالأمس، أي فإذا الإسرائيلي الذي طلب نصرته بالأمس على أحد القبط يستصرخه، أي يصيح بأعلى صوته من بعيد مستغيثا به لينصره على قبطي آخر، قال له موسى، أي قال لذلك الإسرائيلي معاتبا ومؤنبا، إنك لغوي مبين، أي بين الغواية، حيث قتلت بسببك أمس رجلا وتدعوني اليوم لآخر. فلما أن أراد، أي موسى عليه السلام، أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أي بالقبطي، فلما دنا موسى منهما ظن الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به، وذلك حين سمعه يقول له إنك لغوي مبين، فخشي منه وفزع من قوته التي رآها بالأمس، ولهذا قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أي أتريد اليوم أن تقتلني كما قتلت القبطي بالأمس، إن تريد، أي ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أي بالقتل وسفك الدماء، لأن من أعظم آثار الجبار في الأرض قتل النفس بغير حق، وما تريد أن تكون من المصلحين، أي بين الناس، فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن. فتلقى ذلك القبطي هذه الكلمات، وما تريد أن تكون، أحسن الله عليكم، وما تريد أن تكون من المصلحين، أي بين الناس، فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن. فتلقى ذلك القبطي هذه الكلمات وعلم بأن موسى عليه السلام هو الذي قتل ذلك الفرعوني، وكان ذلك مكتوم بالأمس، مقتول ما يدرى من قتله،
موسى أراد أن يغيث الإسرائيلي، يريد أن يبطش بالقبطي، فظن الإسرائيلي يريد أن يبطش به لأنه قال إنك غوي مبين، أنت غويتني بالأمس فأراد أن يبطش به، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت بالأمس؟ فعلم القبطي أنه هو اللي قتل بالأمس، فشاع الخبر بين الناس أنه قاتل، كان في الأول مكتوم، كان بالأمس ما يعلم من قبل. نعم. السلام عليكم. فانطلق إلى فرعون وملئه وأخبرهم بذلك. فتلقى إيش؟ فتلقى ذلك الإسرائيلي. أحسن عليكم. فتلقى ذلك القبطي هذه الكلمات وعلم بأن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني. فانطلق إلى فرعون وملئه وأخبرهم بذلك فتآمروا على قتله. فهيأ الله تعالى لنبيه موسى من ينصحه، ولهذا قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. نقرأ الآيات وجاءنا وجاء. قال تعالى أحسن عليكم. قال تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين كم قصة قلتم حفظكم الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي يمشي مسرعا وذلك لفرط حبه لموسى ولشدة حرصه على إخباره قبل أن يصل إليه من أرادوا قتله وذلك ليش؟ نعم. قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي يمشي مسرعا وذلك لفرط حبه لموسى ولشدة حرصه على إخباره قبل أن يصل إليه من أرادوا قتله. وذلك لنصحه بدل فرط حبه، وذلك لنصحه أو لشدة نصحه. وذلك لنصحه لموسى نعم. وشدة حرصه. نعم. السلام عليكم. وذلك لنصحه لموسى عليه السلام ولشدة حرصه على إخباره قبل أن يصل إليه من أرادوا قتله. كذا من أرادوا أو من أراد قتله. وذلك لشدة نصحه لنصحه لموسى ولشدة حرصه على إخباره قبل أن يصل إليه من أراد قتله. ها؟ من تصلح الجميع. من مصيغ العموم. نعم. السلام عليكم. الواحد والجماعة. قبل أن يصل إليه من أراد قتله قال يا موسى إن الملأ وهم أشرف قوم فرعون ورؤساؤهم يأتمرون بك ليقتلوك أي يتشاورون ليقتلوك بالقبطي الذي قتلته بالأمس. وسمي التشاور ائتمارا لأن كلا من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر بأمره. فاخرج أي من المدينة قبل أن يظفروا بك إني لك من الناصحين. فوقعت منه النصيحة دون الإعانة، فلا يلزم من النصح الإعانة والمساعدة لأن الناصح قد لا يستطيع ذلك. هو ما يستطيع أن يعينه لكن يستطيع أن ينصح، أعطاه النصيحة فقط، أما الإعانة لو عانه أخذوه معه. نعم. أحسن الله عليكم. ثم التجأ إلى ربه متضرعا إليه لعلمه بأنه لا ملجأ سواه قال رب نجني من القوم الظالمين أي خلصني منهم واحفظني من لحوقهم. وسماهم ظالمين لكفرهم وشركهم. ثم التجأ إلى ربه متضرعا إليه لعلمه بأنه لا ملجأ سواه قال رب نجني من القوم الظالمين أي خلصني منهم واحفظني من لحوقهم. وسماهم ظالمين لكفرهم وشركهم، ولأن توعدهم له بالقتل ظلم منهم لأنهم أرادوا قتله قصاصا عن قتل خطأ. نعم. سم
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة، قال: يقول الله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة، ويقول في سورة ياسين في قصة أخرى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. في الأولى قدم رجل على أقصى المدينة، وفي الثانية أخرها، والحكمة من ذلك أن قصة سورة القصص فيها اهتمام بالخبر الذي جاء به ذلك الرجل، فقدم ذكره على ذكر المكان، فكونه جاء من الأقصى أو من الأدنى لا يؤثر. أما في قصة الرسل الثلاثة في سورة ياسين ففيها اهتمام بكون هذا الرجل بعيدا عن الرسل، وما جاء إلا ليؤكد صحة ما جاءوا به قبله. سن الله عليك. ها؟ لا، والعفو في شريعتنا فقط. هذا القتل في شريعة موسى، القتل ما في عفو. حتى في الخطأ، لكن هذا قبل النبوة. نعم، أحسن الله عليكم. ولما توجه تلقاء مدين، أي قصد بوجهه ناحية مدين، قال: عسى ربي أن يهديني، أي أن يرشدن. لا يتقرأ ولما توجه. أحسن الله عليكم. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قلتم أحسن الله إليكم. ولما توجه تلقاء مدين، أي قصد بوجهه ناحية مدين، قال: عسى ربي أن يهديني، أي أن يرشدني ويدلني سواء السبيل، أي وسط الطريق وأقومه. قيل أراد الطريق وسط الطريق وأفضله وأقومه. ها؟ وأقومه. قيل أراد الطريق إلى بلاد مدين لأنه كان لا يعرف الطريق إليها، وقيل أراد سبيل الهدى وقد استجاب الله له وهداه الطريق السوي الذي أوصله إلى بلاد مدين سالما، كما هداه الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. يقول تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام حين وصوله بلاد مدين: ولما ورد ماء مدين، أي وصل إليه، وكان بئرا يسقي منه أهل مدين مواشيهم، وجد عليه أمة من الناس، أي جماعة كثيرة منهم يسقون، أي مواشيهم، ووجد من دونهم امرأتين، أي وجد امرأتين منفردتين عنهم في جانب مباعد منهم تذودان، أي تمنعان أغنامهما عن أن ترد مع غنم أولئك الرعاء إلى الماء. فلما رآهما موسى على تلك الحال رق لهما ورحمهما، فقال: ما خطبكما؟ أي ما شأنكما لا تردان مع الناس؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الرعاء جمع راع، وهو من يقوم برعي الماشية، والمعنى لا نسقي مواشينا حتى يصرف الرعاة مواشيهم عن الماء ويبقى الماء لنا وحدنا. فكانت عادتهما ألا يسقيا غنمهما إلا بعد فراغ الناس، إما لقوة الناس وضعفهما فهما لا يتمكنان من السقي، أو لكراهتهما أحسن الله إليكم، أو لكراهتهما التزاحم مع الناس. وأبونا شيخ كبير، أي لا يقدر على سقي غنمه بنفسه، فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم، فسقى لهما أي غنمهما غير طالب منهما أجرة، ولا له قصد غير وجه الله تعالى. هذا من الإحسان اللي صدر من قبل النبوة. نعم، أحسن الله إليكم. مع أنه كان متعبا مجهدا من سفره، وكان ذلك في شدة الحر، ولهذا قال تعالى: ثم تولى إلى الظل، أي انصرف إلى ظل شجرة ليستظل بها ويرتاح من تعبه، وهذا يدل على شدة إحسان موسى عليه الصلاة والسلام.
فقال أي موسى وهو في تلك الحال الشديدة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي أيا كان. وهذا سؤال منه بحاله، والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. ثم قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قلت: أحسن الله إليكم، لما سقى موسى عليه الصلاة والسلام للمرأتين غنمهما رجعتا بالغنم سريعا إلى أبيهما، وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فسألهما عن خبرهما، فقصتا عليه ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه. ولهذا قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي مستحية في مشيها، تمشي مشي الحرائر، غير متبخترة ولا مظهرة لزينة، قد سترت وجهها بثوبها. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. إيش سطرين؟ أحسن الله إليكم. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه، أي فلما وصل موسى إلى الشيخ الكبير وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان من أمره مع فرعون وملئه، وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده، قال أي الشيخ الكبير لموسى: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي لا تخف منهم، فقد خرجت من مملكتهم، فلا سلطان لهم في بلادنا. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، أي اجعله أجيرا ليرعى لنا الغنم بأجرة. قيل: هي التي ذهبت وراء موسى عليه الصلاة والسلام. إن خيرا من استأجرت القوي الأمين، أي إن خيرا من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة. وهذه حكمة جامعة بليغة، لأن بالقوة تحصل الكفاية ويتحقق المطلوب في العمل، وبالأمانة تؤمن الخيانة ويرتاح البال وتطمئن النفس. وقد روي أن أباها قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البئر لا يرفعه إلا عشرة، وأما أمانته فإنه قال لي: امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك، وانعتي لي الطريق. ثم قال هذا الشيخ الكبير لموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي أن أزوجك إحداهما على أن تأجرني، أي على أن تكون أجيرا لي في رعي ماشيتي، ثمانية حجج، أي ثمانية سنين مقابل زواجك بها. وجعل المهر هنا إجارة، وهي رعاية الغنم، والأصل في المهر أن يكون مالا، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إيش؟ أحسن الله إليكم. والأصل في المهر أن يكون مالا، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فإن لم يجد مالا فلا بأس أن يكون إجارة. فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي فإن أكملت عشر سنين فذلك إحسان وتفضل منك، وليس بواجب عليك. وما أريد أن أشق عليك، أي بإلزامك تمام العشر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بالعهد ولين الجانب، فلا أشاقك ولا أؤذيك ولا أماريك. قال أي موسى: ذلك بيني وبينك، أي ما عهدتني عليه قائم بيني وبينك، لا نخرج عنه،
أيما الأجلين قضيت أي أي المدتين أتممتها أي أي المدتين أتممتها في العمل فلا عدوان علي أي لا أطالب أي لا أطالب بزيادة عليها. والله على ما نقول وكيل أي شاهد وحفيظ. وبهذا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. فلا عدوان علي أي لا أطالب بزيادة عليها. والله على ما نقول وكيل أي شاهد وحفيظ. وبهذا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. نعم. إذا وجد مال لا يعدل إليه. نعم الأصل المال أن تبتغوا بأموالكم هذا هو الأصل. نعم يا أخي ولذلك قال الرجل الذي أراد أن يتزوج التمس له خاتما من حديد فلما لم يجد قال هل معك شيء من القرآن؟ نعم هذا هو الظاهر. نعم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محسنون. لا ابن أبي الله شعيب بينه وبين موسى دهور مدة طويلة. نعم بعضهم قال إنه شعيب ولو كان شعيب فهو اسم سمى اسم ليس هو الشعب النبي على الصحيح لأن بينه وبينه دهور. إذا شعيب قال وما قوم لوط منكم ببعيد وقوم لوط في زمن إبراهيم وما قوم لوط ببعيد قال الحافظ كل ليس ببعيد زمانا ولا مكانا. فإذا كان قوم ليس بعيد من إيش من شعيب وموسى متى بعد مدة بينه وبين بينه وبين إبراهيم. نعم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله له رسالة في إثبات أن هذا ليس النبي شعيب. هذا هو ظاهر الآية. نعم رسالة طبعها الشيخ محمد رشيد سالم في جمع المسائل مما ذكر فيها صراحة في جمع المسائل مجلد التعليق هو طبع لحسيك مستقل طبعة الشيخ جمع رسالة مطبوع لكن طبعة فيها رسالة في الحاشية ولا هذا لحسيك هذا جامع تفسير شيخ الإسلام ينقل المواضع ينقل تفسير شيخ الإسلام هو جمع رسائل المسائل من الذي جمع رسائل المسائل؟ لا الله يحسنك هو هنا في عندي تفسير شيخ الإسلام مجموع من كتبه نعم وهنا نقلوا كلامه من جمع المسائل الذي فيه رسالة لشيخ الإسلام بين فيها أن هذا الرجل ليس بشعيب عليه السلام أخذوه من جمع رسائل المسائل أي نعم مما ذكر فيها الله يحسنك قال رحمه الله وذكر في قصة موسى أنه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس الآية إلى آخر القصة فموسى عليه السلام قضى أكمل الأجلين ولم يذكر عن هذا الشيخ أنه كان شعيبا ولا أنه كان نبيا ولا عند أهل الكتابين أنه كان نبيا ولا نقل عن أحد من الصحابة إن هذا الشيخ الذي صاهر موسى كان شعيبا النبي لا عن ابن عباس ولا غيره بل المنقول عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب. قال سنيد بن داود شيخ البخاري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال اسمه يثرى قال حجاج وقال غيره يثرون ثم أطال ومما ذكر نحسي إليك نعم وإن كان قال ثم قال رحمه الله فالحسن يذكر أنه شعيب عمن لا يعرف ويرد عليهم ذلك ويقول ليس هو شعيب وإن كان الثعلبي قد ذكر أنه شعيب فلا يلتفت إلى قوله فإنه ينقل الغث والسمين فمن جزم حاطب الثعلبي ينقل الغث والسمين صلى الله عليكم فمن جزم بأنه شعيب للنبي فقد قال ما ليس له به علم وما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عمن يحتج بقوله من علماء المسلمين وخالف في ذلك ما ثبت عن ابن عباس والحسن البصري مع مخالفته أيضا لأهل الكتابين فإنهم متفقون على أنه ليس هو شعيب النبي
فإنما في التوراة التي عند اليهود والإنجيل الذي عند النصارى أن اسمه يثرون، وليس لشعيب النبي عندهم ذكر في التوراة. وقد ذكر غير واحد العلماء أن شعيبا كان عربيا، بل قد روي عن أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم وغيره، أن شعيبا كان عربيا، وكذلك هود وصالح. وموسى كان عبرا أو عبرانيا فلم يعرف لسانه، وظاهر القرآن وموسى كان عبراني وشعيب يعني عربي، نعم، فلم يعرف لسانه كيف كذا. وظاهر القرآن يدل على مخاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان. يعني يقول موسى عبراني لغته لغة اليهود، وشعيب عربي لغة العرب. فلو كان يعني شعيب وابنته عربيتان وموسى عبراني يحتاج إلى ترجم، ها، يحتاج إلى ترجمة، ما أحد يعرف كلام الآخر إلا مترجم. وأيضا يعني أيضا ظاهر القرآن قول وما قوم لوط منهم ببعيد، قوم شعيب وما قوم لوط منهم بعيد، يعني ما ذكر استدلال به شيخ الإسلام، ذكر سيأتي. أي نعم، يعني بمعنى نحصي لك. ثم قال وإنما شبهة من ظن ذلك أنه وجد في القرآن قصة شعيب وإرساله إلى أهل مدين، ووجد في القرآن مجيء موسى إلى مدين ومصاهرته لهذا فظن أنه هو. والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعيب بالظلة، فحينئذ لم يبق في مدين من قوم شعيب أحد، وشعيب لا يقيم بقرية ليس بها أحد. وقد ذكروا أن الأنبياء كانوا إذا هلكت أممهم ذهبوا إلى مكة فأقاموا بها إلى الموت، كما ذكر أن قبر شعيب بمكة وقبر هود بمكة وكذلك غيرهما. وموسى لما جاء إلى مدين كانت معمورة بهذا الشيخ الذي صاهره، ولم يكن هؤلاء قوم شعيب المذكورين في القرآن، بل ومن قال إنه كان ابن أخي شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت، ونقل الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعارض بمثل قول هؤلاء. ثم قال وأما شياع كون حما أو حما موسى شعيبا للنبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية، فهذا مما لا يغتر به عاقل. إيش وأما إيش؟ وأما شياع كون حما موسى حما موسى إيش؟ كون حما موسى شعيبا النبي عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه السمعية والعقلية، فهذا مما لا يغتر به عاقل، فإن غاية مثل ذلك أن يكون منقولا عن بعض المنتسبين إلى العلم وقد خالفه غيره من أهل العلم، وقول العالم الذي يخالفه نظيره ليس حجة، بل يجب رد ما تنازع فيه إلى الأدلة. هو ما استدل بآية، ما صح، قل هو ما قوم لوط منكم ببعيد. فإذا كان شعيب يقول لقوم ما قوم لوط منكم ببعيد، معناه أن الزمن قريب، وإذا كان الزمن قريب معناه فيه مسافة في الزمن بين موسى وبين إيش من شعيب. قال الحافظ وما قوله بعيد زمانا ومكانا. العجيب كما استدل الشيخ بالآية وما قوله بعيد، إلا إن كان المراد بعيد يعني بعيد يعني المكان فقط دون الزمان. ظهر الزمان، ها؟ نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليك، ما هي مسألة عقلية؟ أنا أتوقع لو كان نبي الله شعيب ومحال إنه أبناء النبي أو بنات النبي يسقط في حضور الله. لا، ليش محال؟ مو محال، وش وجه الاستحالة؟ ما في مانع. حياء، ها؟ حياء بنات النبي. حياء ما يضر، حياء هذا عندهم حياة، ولذلك تأخرنا حتى ينتهي الناس. ما يسقي القوم لأبناء نبي بنات نبيهم؟
هذا ذكر أحسن الله إليكم للشيخ. إيه يعني يعني لو كان كان يعني يحترمونهم. نعم محتمل. نعم صحيح. يعني من احترام لنبيهم لو كانوا مؤمنين، لكن هلك شعوب قوم، قوم هلك وهلكهم الله بالظلة، بالظلة ما بقي منه أحد. إذا هذا ما يوحد النبي شعيب. إيه هذا أنا أهم بعيه. إذا كان قريب من قوم لوط وكان عربي ما يكون مسؤول، يحتاج إلى مراجعة كلام العلماء والنسابين في هذا. نعم. طيب شيخنا أحسن الله إليك، قالت إحداهما يا عبد استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، يفهم منه تعريف في الكلام رغبته في موسى؟ رغبته؟ لا أجرة، أجرة نعم استئجار. نعم حسن الله إليكم. ابن عاشور ذكر في قوله تعالى وستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملة ولين الجانب، قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه. ها يريد بذلك، يريد بذلك حسن الله إليكم، يريد الصالحين بالناس في حسن المعاملة ولي الجانب، قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكية النفس المنهية عنه، لأن المنهية عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح، فأما ما كان لغرض الدين أو المعاملة فذلك حاصل لداع حسن، كما قال يوسف اجعلني على فذلك حاصل ليش؟ لداع حسن، لداع لداع حسن، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب سام كمل. انتهى صحيح؟ لا العبرانية لغة اليهود، اليهود جاءوا في زمن موسى. نعم لكن أحصل عليكم الجمهور عندما ابن عطية ينقل عن الجمهور أنهم قالوا أنه شعيب، وكذلك البغوي ينقل عن ابن عطية يقول إيش؟ أن الجمهور يقول أنه شعيب، شعيب النبي. إيه نعم. وكذلك البغوي كذلك نقل قال فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن هو شعيب النبي عليه السلام. عجيب. قال من؟ قال من؟ قال واختلفوا في اسم أبيهما، فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن هو شعيب النبي عليه السلام، وقال وهو ابن منبه، وسعيد بن جبير هو بثرون ابن أخي شعيب، وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كف بصره فدفن بين المقام وزمزم، وقيل رجل ممن آمن بشعيب. يعني هو اختلف وقول. طيب هذا اختلاف يعني ظاهر السياق والآيات والزمان والمكان يدل على أنه ليس هو شعب النبي. نعم. وقال ابن عطية واختلف الناس في الرجل الداعي لموسى من هو، فقال الجمهور هو شعيب الرجل الداعي. نعم لموسى كيف اللي هو نفسه إن أبي يدعوك يجزيك. فقال الجمهور هو شعيب وهما ابنتاه، وقال الحسن هو ابن أخي شعيب واسمه ثروان، وقال ابن أبي عبيدة يثرون، وقيل هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب. كيف قال الجمهور؟ هو هذا كنت نقل ابن عطية له فيحتاج لعله. يعني حتى البغوي نقل عن أئمة في التفسير يعني مجاهد والضحاك والسدي والحسن. يعني لعله لكن لعله شيخ الإسلام فند هذا من الأخبار. نعم أكثر من فسيفكم من شوي حتى نحققوا. نعم قال هون رغم أن أكثر المفسرين يذكرون أنه شعيب
كما ذكر ابن الجوزي والواحدي والقرطبي وابن حيان وذكره ابن كثير وذكر ابن كثير أن هذا هو قول الجمهور وذكر حجة هؤلاء والعكس. أما البغوي فقد ذكر القولين وذكر ابن جرير الأقوال المسندة بأنه غير ذلك، والصحيح ما أثبته شيخ المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا كلام المحقق. محقق تحقيق إيش؟ تحقيق تفسير شيخ الإسلام. تفسير. لكن لعله يعني أقصد إنه تكلم المفسرون في هذا يعني لهم فيها. يتكلموا لكن. يعني ما في خطاب. يعني هم بنوه على ماذا؟ يقول عن بني إسرائيل. كلهم نقول هذا. قال ابن عباس قال وين السند؟ قال مجاهد أين السند؟ في سند؟ نعم، لكن نحن نأخذ في بعض الأوقات في أقوال هؤلاء في غير ما موضع ونعتبره، يعني وإن كنا لم يرجح هذا القول الآن بأنه ليس بنبي، لكن أقوال الأئمة هؤلاء معتبرة في غير هذا الموضع. ما إذا ثبتت لابد من ثبوتها. نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كوثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. قبل ذلك ما فيه له قرأ الأخونا قرأ كلها تحب نعيد تعيدها كأنما السفل كان. نعم يعني نعيد الذي قرأ قبله فجاءت وحدة وتمشي على استحياء من هنا؟ وهي قبلها ايش؟ الآية نفسها لما نعم ها؟ ولما توجهت ولم نعم فلما رضيت ولما ورد مع مدين نعم طيب وجد عليهم نعم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن نبيه موسى عليه السلام حين وصوله بلاد مدين ولما ورد ماء مدين أي وصل إليه وكان بئرا يسقي منه أهل مدين مواشيهم وكان بئرا يسقي منه أهل مدين مواشيهم وجد عليه أمة من الناس أي جماعة كثيرة منهم يسقون أي مواشيهم ووجد من دونهم امرأتين أي وجد امرأتين منفردتين عنهم في جانب مباعد منهم تذودان أي تمنعان أغنامهما من أن تريد مع غنم. رب إني لما أنزلت إلي من خير الفقير هو سؤال وتوسل في نفس الحال. نعم أه؟ لأنه دعا هنا يقصد أني أنزلت كيف دعاء كيف يقول التوسل إني مفتقر من خير إني لما أنزلت إلي من فقير فقير لما أنزلت إلي الفقر هنا نعم. بحاله الفقر نعم. والسؤال باللسان نعم إذا سأل باللسان نعم. والتوسل باللسان ما يحتاج التوسل بالله أبلغ ما يحتاج العبارة إذن وهذا توسل نعيد العبارة صلى الله عليه وسلم أي إني مفتقر للخير الذي تسوقه إلي وتيسره لي أيا كان وهذا السؤال منه بحاله نعم أنا أقرأ العبارة كما هي عدلتموها وهذا توسل منه بحاله نعم والسؤال بالحال توسل والسؤال كذا ولا التوسل لا والسؤال الأصل هنا نفس العبارة رغم ايش؟ طيب خلاص على مكانه طيب اذا نقول هذا سؤال منه بحاله والسؤال بالحال ابلغ من السؤال بلسان المقال كذا والسؤال ولا التوسل عليك؟ والسؤال طيب احسن الله اليكم نعم نتركه على حالها اذا نعم احسن الله اليكم نعم لما سقى موسى عليه السلام لمرأتين غنمهما رجعتا بالغنم سريعا إلى أبيهما وكانت عادتهما الإبطاء
وكانت عادتهما الإبطاء في السقي، فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه، ولهذا قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي مستحيية في مشيها، تمشي مشي الحرائر غير متبخترة ولا مظهرة لزينة، قد سترت وجهها بثوبها. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سترت وجهها بثوبها، ما في دليل على هذا. نعم، هل هذا كان يعرف عندهم؟ ها؟ نعم، ستر وجهها، حتى هذا في شريعتنا جاء متأخر. قال: وقع وغمر بجلباب يفسس، فهذا العبارة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، أي مستحيية في مشيها، تمشي مشي الحرائر غير متبخترة ولا مظهرة لزينة. أيوة، ولا مظهرة لزينة. شو قد سترت وجهها بثوبها. لا، اشطب عليها، ما في دعاء ستر وجهها ولا أبدث وجهها، يكفي ما سبق. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أي ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه، أي فلما وصل موسى إلى الشيخ الكبير، هنا أحسن الله لكم، ذكرتم إلى الشيخ الكبير، ما ذكرتم شيء. نعم، يعني لعلكم تختارون أنه ليس بمعرفة. وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان من أمره مع فرعون وملائه، وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده. قال: أي الشيخ الكبير لموسى: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي لا تخف منهم، فقد خرجت من مملكتهم، فلا سلطان لهم في بلادنا. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، أي اجعله أجيرا ليرعى لنا الغنم بأجرة. قيل: هي التي ذهبت وراء موسى عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ رحمه الله: قوله تعالى على استحياء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. وهذا ذكره ابن كثير عن عمر رضي الله عنه، وقال: هذا إسناد صحيح. عن عمر إيش؟ قال: نعم، وهذا ذكره ابن كثير عن عمر رضي الله عنه، وقال، أي ابن كثير، وقال: هذا إسناد صحيح. ومثل هذا عن عمر قد يكون على سبيل التوقع، أي إنه توقع رضي الله عنه أنها كانت واضعة كم درعها على وجهها، لكن في الآية ليس ذلك بوارد. نعم، طيب، يكون الأمر على ظاهر الآية. توقعنا. أحسن الله إليكم. كمل. قالت إحداهما، أحسن الله إليكم، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، أي اجعله آجيرا ليرعى لنا الغنم بأجرة. قيل: هي التي ذهبت وراء موسى عليه الصلاة والسلام. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أي إن خير من استعملت من قوي على العمل وأدى الأمانة. وهذه حكمة جامعة بليغة، لأن القوة تحصل الكفاية ويتحقق المطلوب في العمل، لأن بالقوة تحصل الكفاية ويتحقق المطلوب في العمل، وبالأمانة تؤمن الخيانة ويرتاح البال وتطمئن النفس. وقد روي أن أباها قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البئر لا يرفعه إلا 10، وأما أمانته فإنه قال لي: امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك وانعتي لي الطريق. هذا ما فعله دليل من أخبار بأسرنا. خلي كمل، شوف عشان ثم نعم. ثم قال هذا الشيخ الكبير لموسى: إني أريد أن أنكيحك إحدى ابنتي هاتين، أي أن أزوجك إحداهما، على أن تأجرني، أي على أن تكون أجيرا لي في رعي ماشيتي 8 حجاج،
أي 8 سنين مقابل زواجك بها، وجعل المهر هنا إجارة وهي رعاية الغنم، والأصل في المهر أن يكون مالا، لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فإن لم يجد مالا فلا بأس أن يكون إجارة. فإن أتممت 10 فمن عندك، أي فإن أكملت 10 سنين فذلك إحسان وتفضل منك وليس بواجب عليك. وما أريد أن أشق عليك، أي بإلزامك تمام 10، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي في حسن الصحبة والوفاء بالعهد ولين الجانب. فلا أشاقك ولا أوذيك ولا أماريك. قال أي موسى ذلك بيني وبينك، أي ما عاهدتني عليه قائم بيني وبينك لا نخرج عنه أيما الأجلين قضيت، أي أي المدتين أتممتها في العمل، فلا عدوان علي، أي لا أطالب بزيادة عليها، والله على ما نقول وكيل، أي شاهد وحفيظ. وبهذا أي شاهد وحفيظ. وبهذا صدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. ثم قال تعالى فلما قضى موسى الأجل. بركة. بس قول إنها نقول كوني خلفي والعتي له الطريق، هذا يعني من أخبار بني إسرائيل. لعل البغوي عرج عليه نفسه. إلى إيش؟ إلى. أحسن عليكم. ما ذكرتم جنابكم؟ نقول بس يشار لنا إنه من الأخبار قيل، والله أعلم بذلك. ومن أمانتي فإنه قال امشي خلفي حتى تصف روح بدنك ونعتي. نعم. والله أعلم. والله أعلم. نعم. أي بس ما في دليل، بس دليل مش الدليل، بس في دليل استحسان مثل ما ذكر الشيخ استحسان عمر من أخبار بني إسرائيل، ما في دليل لا يدل على أنه على مشى خلفه أو خلفه. الله أعلم. القوي الأمين. إن شاء الله درس السبت يكون إيش؟ آل عمران. نعم، من آل عمران السبت والأحد من أول القرآن، والثلاثة والأربعة من آخر. إن شاء الله. معكم آل عمران. نعم. إن شاء الله. وهي التي رأت. نعم قيلها، والله أعلم يعني قيل، كلمة قيل، قيل وقيل. قيل وقيل ذكر كثير، وهي التي قيل إن هي التي ذا وقيل غير، وقيل هي الثانية، ما في دليل لا على هذا ولا على كلها حكاية قولها إحدى ابنتيها. نعم قيل يكتب بعدها والله أعلم، قيل والله أعلم، قيل والله أعلم، فعند العبارة يعني هذه وهذه قيل والله أعلم. لكن نعم من خير بركة، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله عليه وسلم.